دكتور اياد جهشان، صباح الخير لك معنا صباح في النور. الاستوديو. اهلا بكم ولجميع طبيب، المشاهدين. اهلا وسهلا فيك طبيب وناشط سياسي في الجبهه الديمقراطيه. طبعا بكل تاكيد قراءتك لاعلان ترامب ولماذا هذا التوقيت يتوجب علينا نسالك اياه في السؤال الاول. المضبوط الحقيقه هذا الاعلان ومستنكر ولكنه غير مستهجن، يعني نعم. حاليا في لا يمكن رؤية هذا الإعلان دون رؤية السياق العام في المنطقة. نعم. ترامب هو رئيس اللي دائما ممكن يأخذ خطوة لقدام، ولو الوضع في المنطقة مش مثل هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه ما كان بأخذ هاي الخطوة في هذا التوقيت بالذات. عمليا في حرب إقليمية بالمنطقة، في هجوم على سوريا، في هجوم على اليمن، في حرب حولت بشكل مصطنع على حرب مذهبية وحرب طائفية، وبالتالي الظروف مهيئة كانت لاتخاذ مثل هذا القرار. دكتور، يعني التناقض بالتصريحات أو هيك الازدواجية مثل ما عم بوصفها البعض، الإدارة الأمريكية بتصرح بأنها متمسكة بعملية السلام، ويأتي الرئيس الأمريكي ترامب ويعلن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ويمكن هيك يعني ينتزع حق الفلسطينيين بالقدس بصرف النظر عن مكانتها التاريخية والمقدسة لكافة الديانات. ما هو تعليقك على يعني هذه المعادلة اللي فيها تناقض جسيم؟ عمليا يعني احنا اللي بتابع السياسة الامريكية من 50 عام ما بشوف هذا التناقض. عمليا السياسة الامريكية دائما كانت منحازة لإسرائيل، وبالتالي ما كانت ولا مرة منصفة تجاه شعبنا الفلسطيني، وبالتالي بس اللي كان مش شايف الصورة هيك بشوف انه في تناقض. عمليا حل الدولتين هو حل فرض عن طريق الشرعية الدولية، ولكن مش شايفين نتائج لحد الآن. نعم. رح بكل تأكيد نستمر حضرتك. رح ننتقل مرة أخرى إلى السويد. سيد ماهر دبور مرة أخرى صباح الخير من الناصرة. صباح الخير لكم وللمشاهدين. أهلا بك، حدثنا بإذنك عن المظاهرة التي جرت يوم أمس في السويد وعن المشاركة العربية السويدية الواسعة التي كانت هناك. طبعا هاي المظاهرة هي جزء من التحركات اللي قام فيها الجالية العربية والإسلامية بمالمو وبسويد، على صعيد يعني على صعيد السويد وعلى صعيد مالمو. احنا هاي التحركات كانت ضد القرار ترامب اللي هو بيعتبر قرصنة تاريخية لحقنا الفلسطيني ولحق الشعب الفلسطيني في القدس بكل أطيافه الدينية والعرقية. طبعا اللي شاركوا بالمظاهرة من كل الأطياف، سويديين وعرب وأتراك وحتى جاليات أخرى تانية شاركتنا بالمظاهرة. أستاذ ماهر، بدون شك السويد يعني كدولة وأيضا على مستوى الحراك الشعبي دائما أظهر تضامن دولي مع الشعب الفلسطيني وآمن بعدالة القضية الفلسطينية. سؤالي لحضرتك، يعني القرار لم يلغى والتصعيد ربما سيستمر في الأيام القادمة، شو راح يكون موقفكم من خلاله؟ طبعا بتطلقوا صرخة وتستنكروا هذا القرار يعني الذي يحاول انتزاع حق الفلسطينيين في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية. طبعا هذا القرار هو تقويض، طبعا اكثر من واحد حكى بالموضوع، تقويض لحل الدولتين بفلسطين. جهود السويديين، طبعا الحكومه السويديه وعلى راسهم وزيره الخارجيه فالستروم، نددت وحاولت حتى عن طريق المؤسسات الدوليه زي الاتحاد الاوروبي التنديد بالقرار هذا. احنا نتناغم، احنا كفلسطينيين وكأجانب موجودين على او كناس مواطنين حتى الان في السويد، موقفنا بتناغم مع موقف الحكومه السويديه، ولاول مره طبعا بنلاقي انسجام تام بين موقفنا وموقف السويديين، وهذا شغله كثير نفخر فيها ونقدر نقدر الموقف السويدي ومنثمنه، لانه هذا الموقف بنعتبره عادل تجاه القضيه الفلسطينيه. طبعا نشاطاتنا في المرحله القادمه هي شرح الموقف الفلسطيني، محاولة ثانية ترامب يعني بالضغط الدولي وبالضغط الاتحاد الأوروبي ثانيه عن هذا القرار. طبعا ترامب جاي بلوح بالعصا من أول ما دخل البيت الأبيض، وكثير من الناس يعني موقف ماكرون تبع فرنسا وموقف كندا وموقف الاتحاد الأوروبي الحقيقة كثير كان متميز
وهي المواقف احنا بنثمنها وبنعول عليها كفلسطينيين، لنا حق تاريخي وثقافي واجتماعي بالقدس، ومش احنا بس كمسلمين، يعني احنا كل الفلسطينيين بكل اطيافهم ان كان مسيحيه ويهود واسلام، لنا هذا الحق. لا ترامب ولا غير ترامب ولا اي اداره امريكيه بتقدر تنفي هذا الحق الفلسطيني في هذه الارض. احنا وافقنا على حل الدولتين، اعطونا مجال نقدر نحقق هاي الاتفاق هذا، نقدر نعمل دولتين على هاي الارض ونقدر نعيش بسلام، يعني مش اكثر من هيك. ناخذ تقييمك بكل تاكيد للحراك وتفاعل الجاليات العربيه والفلسطينيه في اوروبا مع القضايا الاساسيه لشعوبهم بكل تاكيد، وخاصه القضيه الفلسطينيه. كثير ناس من كل الاطياف شاركوا. طبعا احنا يعني اقول لك شغله بالسويد تحديدا، في احنا بنتاثر دائما بالحدث، يعني واليوم احنا بنظام العولمي كل شيء، او نظام الاتصالات الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، احنا قريبين من الحدث يعني طبعا، والحدث بعم زي ما حكينا. نعم. فكل الجاليات ان كانوا عرب وان كانوا مسلمين وان كانوا اتراك وكل الناس اللي الاحرار بالعالم، اني مع الحق الفلسطيني باقامه دولته باقامه وبقضيه القدس كعاصمه للكيان الفلسطيني او الدوله الفلسطينيه. فالكل شارك والكل مستعد يشارك والكل بناضل من اجل الحق الفلسطيني يعني. بكل بساطة المسألة بهاي القضية، المسألة ما فيها يعني لا تحتاج إلى فلسفة، الحق بين. وكثير ناس إن كان بنعول عليها بإنسانيتهم إنه هذا هو حق إنساني للشعب الفلسطيني. نعم أستاذ ماهر، يعني خطوات مستقبلية، نتحدث طبعا عن الأيام القريبة، شو الأمور اللي راح تقوموا فيها؟ أيضا يعني يجري الحديث في الداخل الفلسطيني على إعلان يوم الجمعة كيوم غضب، ما الذي سيجري في السويد؟ بالنسبة للسويد يعني احنا بنحاول دائما إنه نكون تحت مظلة القانون. قبل شوي ذكر بالتقرير إنه كان في شوية يعني خلينا نقولها بالعامية شوية خربطة، بس هاي الخربطة طبعا ما بتمثل وعي الجالي كلها. احنا ضمن القانون السويدي احنا بدنا نقيم ندوات، بنحكي عن الحق الفلسطيني، نلتقي بالأحزاب السويدية، نلتقي بالفاعلين على الأرض بالسويد، استكمال شرح الموقف الفلسطيني على كافة الأصعدة الإعلامية والاجتماعية والثقافية بالسويد طبعا، والتواصل. احنا بمالمو تحديدا عندنا جالية كبيرة عربية، منفعل الجالية من خلال أنشطتها بإظهار الحق الفلسطيني، بإن كان بندوات بلقاءات بتحدث للصحافي يعني شرح الموقف الفلسطيني، هذا واجب نعتبره على كل المقيمين في 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 السويد يعني. نعم. سيد ماهر دبور، حضرتك الناشط الفلسطيني، كنت معنا من السويد، نشكر حضورك ودفوا حالكم كثير منيح بالسويد، وشكرا على كل هذا العطاء والدعم اللي بتقدموه للفلسطينيين. طبعا شكرا لك على هاي المداخلة. نعود للاستوديو مع دكتور اياد جاشان. دكتور، بما انه عم نتحدث يمكن عن الحراك الشعبي وهيك، كنا مباشرة مع السويد، دعنا نتحدث عن الداخل الفلسطيني على مستوى قرارات لجنة المتابعة وكل ما نقوم به في بلداتنا العربية، الوقفات الاحتجاجية، المظاهرات، يعني تقييمك هل هي على مستوى خطورة هذا الحدث وهذا الإعلان؟ احنا عمليا تميد نطمح الى الافضل والشعبي الاكثر، ولجنة المتابعة اعلنت الفعاليات السياسية. نعم. في غالبيتها اقامت المظاهرات والتزمت بقرارات لجنة المتابعة. المفروض يكون في حراك شعبي اقوى من هيك، لانه الحدث طبعا حدث عظيم، ولا يمكن، القدس هي واحدة من الأمور الأساسية اللي لا يمكن التنازل عنها في حل الدولتين. وبالتالي نتوخى أن يقوم هذا الحراك الشعبي بالازدياد في سبيل أنه نساهم وندلو بدلونا في دعم قضيتنا الفلسطينية.
نعم، لماذا لم نرى أي تحركات في الشارع الإسرائيلي حسب رأيك، والمجتمع اليهودي بهذه القضية، والدلالات على مستقبل العمل العربي اليهودي المشترك؟ العمل العربي اليهودي المشترك موجود، ولكنه طبعا كمان مش كافي. منيح كمان نذكر ونتذكر جميعا أنه إسرائيل تحت حكم اليمين الإسرائيلي المتطرف منذ حوالي 10 سنوات، وبالتالي الجمهور يتوجه أكثر إلى اليمين، وهذا بصعب كمان على القوى الديمقراطية اليهودية إنها تشتغل. المفروض إحنا كمان نبادر لإجراء برامج مشتركة مع القوى الديمقراطية اليهودية، وفي سبيل إعلاء شأن هاي النشاطات، وبالتالي اسمع صوتنا داخل الدولة. هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. يعني عدم الاكتفاء بالنشاطات اللي في مدننا وقرانا هذا مهم وضروري جدا، ولكن نقل هاي الصورة كمان للشارع الإسرائيلي اليهودي بيكون مهم جدا.